يقول حفظكم الله: ماذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؟ هذا أصل شرك العالم، فماذا قصد في عبارته أصل شرك العالم؟ إيه نعم، شرك أصل شرك العالم هو هذا، أنهم توجهون بهم إلى الله وأنهم يتوسلون بهم إلى الله، هذا أصل شرك العالم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.